الحقيقة من يسمع هذه التقارير ومطلع على أفعال هؤلاء يدرك جيدا أنهم من المستحيل أن يحملوا هم هذه الثورة وأبناء هذه الثورة ولتمثيلها في المحافل الدولية أو حتى الإقليمية. بالنسبة لهذه البحرة أولا، يعني من أتى به هو الجربة ليكون محللا، بكل صراحة هو صفته محلل. كيف محلل؟ لأن الجربة أمضى ولايتين ولا يجوز له أن يعود لولاية جديدة إلا إذا انقطع ولاية، فأتى بهذه البحرة وقام بشراء الأصوات له بدفع الأموال حتى يكون رئيسا للائتلاف. بالمقابل هذه البحرة نفذ له كل ما طلبه، وخاصة موضوع إغلاق الملف المالي، إغلاق أي لجنة تريد التفتيش على الأموال التي أتى بها الجربة من السعودية ومن غيرها وكيف صرفت. إذا كان له دور كبير في الفساد المالي، منع أي لجنة من التفتيش المالي أو الإداري على الائتلاف، وسن هذه السنة لمن جاء بعده من رؤساء وأعضاء الائتلاف، وبالتالي تم هذا الملف مغلق حتى عهد الدكتور رياض سيف الذي حاول يعني تشكيل لجنة لكن أيضا سكت. وأنا مطلع على الموضوع وأعرف أعضاء اللجنة التي أرادت التفتيش المالي والإداري، أعلمني يعني أحد أعضائها شخصيا مباشرة بسبب كشف الكثير من الفساد المالي السابق أيام الرؤساء السابقين والحالي، ووصول البل كما قال إلى الرؤوس، إلى المقدمة، إلى الرموز في الائتلاف، طلب منهم وقف أعمال اللجنة مباشرة لأن الائتلاف سينهار إن تم متابعة أعمال هذه اللجنة. هذا الكلام قبل ذهابنا إلى الرياض 2 بيومين، اجتمعت مع أحد أعضاء هذه اللجنة في إسطنبول وأعلمني بذلك وذهب معنا إلى الرياض، قال طلب من إغلاق هذه اللجنة. إذن